حاليا تنطق بالحكم في المحكمه. غنعطيكم الحكم الرئيسي هو الوردي. الوغ الوردي 15 سنه، موهوب 12 سنه، بوكفاوي 8 سنين، امينه اشكون 7 سنوات، فايله 5 سنوات، نوري 4 سنوات، بعمراني 5 سنوات. فهذا الحكم هذا غير صائب بالنسبه للضحايا، ان الضحايا هدفهم حقيقه هو استرجاع الاموال ديالهم، لا يهمنا سجنهم او اخراجهم، حتى اخراجهم ما تهمناش بقدر ما يهمنا استرجاع الاموال ديالنا. فلهذا نطلب من الفرقه الوطنيه تتدخل في هذه القضيه هذه حقيقه، عندها جميع المعطيات. حنا كنا تمشيو عندها مرارا وتكرارا حتى طلعنا حتى للرباط، جميع المعطيات عندها. فالفرقه الوطنيه تتبع السوري ديال الاموال، تتبع جرائم الاموال حتى هما كذلك عندهم ما تبارك الله عليهم التقنيين وداك الشيء عندهم باش يوصلوا اموال، ولكن لحد الساعه ما توصلنا لا بالنيابه العامه لا حتى شي حاجه في الفلوس فين هما. هذا هو الهدف ديال الضحايا، بغينا نوصلوا للاموال. هذا هو البيت القصيد في هذه القضيه كلها. هذا الحكم ما فيش لنا الغليل ديال الضحايا كضحايا. فلهذا تنطلبوا من جلاله الملك ان يدخل في هذه القضيه مرارا وتكرارا. حقيقه حنا عرفنا بان عطى الكلمه ديالو، ولكن لحد الساعه هذه ثلاث سنين ماراثونيه وجلسات ماراثونيه وروتينيه ما توصلناش حتى شي حاجه ديال الفلوس. حنا الهدفنا هو الفلوس، كما اقولها واكررها دائما، الهدف ديال هاد الضحايا هما الفلوس. هذه الجلسات وهذا الشيء وهذا حقيقه المحكمه تتاخذ المجرى ديالها، تتاخذ الحكم ديالها، فلا باس. حنا تنعرفوا هذا الشيء كاين، ما كاين حتى مشكل، ولكن لحد الساعه مسك الضحايا ما كاين حتى شي حاجه في هذا الحكم، ما استفدنا حتى شي حاجه. وغادي نشوفوا ثاني مره اخرى، غادي نوسعوا الدائره وغادي نطلبوا اعاده ثاني التحقيقات الاوليه، والاطراف الابناء كل اطراف اصحاب الاراضي وداك الشيء حتى هما يدخلوا في هذه القضيه، باش نعرفوا حنايا اشنو غادي نوصلوا، فين غادي بغينا نوصلوا. هما الفلوس، هذا الشيء اللي بغينا نطلبوا. وحاجه اخرى، هما مراته الزوجه ديالو بما كانت مديره الاموال، فهي دابا مسجونه، ولكن لحد الساعه باقي ما عندنا حتى شي خبر عليها. واش غادي تنضم الدوسي ديال هذا الدوسي ديال باب دارنا ديال الزوج ديالها، او غادي يبقى مستقل؟